كل مطالب الشارع العراقي كي تكون هناك حكومة حقيقية تلتزم بمصالح المواطن أولا، يجب أن تكون حكومة نابعة من قوى سياسية مؤمنة بعملية الإصلاح. ولذلك نلاحظ أن قوى الفساد الموجودة حتى في السلطة، الموجودة حتى في مجلس النواب حقيقة، هذه تعمل جاهدة بوضع مختلف أنواع العراقيل والضغوط على حكومة العبادي من أجل عملية الإصلاح الإداري فقط والابتعاد كل البعد عن عملية الإصلاح السياسي التي يطالب بها الشعب العراقي في إقامة دولة مدنية بهذا المعنى. ولذلك نلاحظ لو نشوف الشعارات التي يرفعها المتظاهرون كل جمعة تطالب أولا بمحاسبة الفاسدين، ولكن قوى الفساد ما تمتلكه من إمكانيات وقوة جعلت من العبادي يتباطئ وبشكل أصبحت وكأنه مثل ما أكد السيد النائب وكأنه عملية تسويفية.